ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا هلا ثابت ميك اب ارتست، وبعمل وصفات وخلطات للعنايه بالبشره والشعر، ووصفات للمطبخ، وروتين يومي للبشره والشعر. لو اول مره بتشوفيني اعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس ولايك وكومنت يفرحني. هبدا دلوقتي، هنعمل وصفه حلوه قوي للتفتيح. الوصفه دي لو عندك اسمرار ليه 20 سنه هيفتحوا. هنبدا الوصفه وهقول لكم المكونات بتاعتها. عايزين لبن بودرة، زيت جونسون، مية ورد، نشا، كريم مرطب. هنبدأ ناخد المكونات واحدة واحدة كده، وهنبدأ الأول بمعلقة لبن البودرة. حطينا معلقة لبن البودرة، بعد كده هنحط عليها معلقة زيت الجونسون، يبقى احنا كده حطينا معلقة لبن بودرة وعليها معلقة زيت جونسون. بعد كده هننزل بمعلقة مية ورد، ونرجع برضو زي ما عودتكم ان احنا دايما مكوناتنا نقلبها اول باول. يبقى كويس عشان تمتزج زي ما حضراتكم شايفين. وصفة حلوة جدا لو عندك اسمرار وقت كبير قوي او كلف، هتلاقيه يختفي. طبعا كل حاجة بالاستمرارية بتجيب نتيجة، اهم حاجة انه الوصفة تتعمل صح. طبعا قبل ما تطبقي الوصفة دي على وشك لازم تبقى بشرتك مغسولة ونظيفة علشان تشوفي نتيجة كويسة. بعد كده هنزل معلقة كريم مرطب، مهمة جدا الترطيب يا جماعة، مهم جدا 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 جدا، لانه الترطيب بيمنع ظهور التجاعيد. كل ما ترطبي بشرتك باستمرار كل ما التجاعيد هتاخد وقت على ما تظهر. كده هنحط معلقة النشا وهنقلب برضو زي ما حضراتكم شايفين. لو لقينا انه لسه يعني شويه سايله ممكن ناخد نص معلقه كمان، وانتي قدامك المقادير وتقدري تعملي المطلوب زي ما حضراتكم شايفين. انا قلبت كويس قوي وهبدا اطبق الماسك وهقول لك على النتيجه بتاعته. على ايدي ماسك ناعم جدا جدا جدا، بيفتح حلو قوي، بيدي نتيجة ونظافة ونضارة من كلف من اسمرار. لو ليكي فترة طويلة قوي عندك بشرتك مسمرة او غامقة اعملي الماسك ده. هسيبكم تقريبا ربع ساعة وارجع لكم بعد ما ابتدي اشيل الماسك.